حكومه سوماليلان اي شيكتي ان اي البابد او لابتي كنيسدي لا شيغين دوانتن ديب لوغا فري مغالدا هرغيسا حسن مال ديدر وريها ار تي ان اي مغالداسي اي وربحنتن انو سودري وسيرك وساره الدين تايا اوقافت سوماليلان شيخ خليل عبد الله احمد حو شيغي ان كنيسدي دوان لا شيغي ان ديب لو فري اي سيديدي او خدنان دونتو وسير شيخ خليل او قار كميدا ورباهينتا لا هادلي اي وحو شيغي ان هبا يراتي اناي جيرين عيد اي وخشيسا لا غلين او ايو فسخين مانتو تاريخو تاهي 3 بيشي اوغست 2017 بسم الله الرحمن الرحيم الله ما هادله نبي محمد با ماموس صلى الله عليه وسلم والصحافات كاني وحاو دبا سعودا أرينتا كدالتي كاني سادة تاسو بلشدي نكو أبورتي مورن يسمان داف حوق بدن تاسو دادك يدال كمين نبا آندنو آهين تاريخ آهان كاني سادة وحاو قميستيه انجريسكو يدال كن كتلين شري وهرقيسا كدستي مدو هادا لغا چوغو تدواتن سنو هادا با حكومة دا جمهورية سوماليلان يدو أكسون إسلامار كانا كبرا ركسن مسؤولية دا يي واجباتك historiga ah ee ka saaran ilaalinta diinta iyo mabaadiida islaamka iyadoo ku dhaqmaysa sida uu qabo qodobka shanaad ee distoorka qaranku in aan sinaba loo dhaqni gelin karin wax kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka iyadoo tixgelinaysa talooyinkii iyo baaqiyadii iyo fatwadii ay soo jeediyeen culimada waaweyn ee dalku iyadoo tixgelinaysa gaar ahaan dareenka bulshada iyo baaqiyada kas uga imanaya shacabkeeda سيدا دراديد حكومة الجمهورية الصومالية وحي هالكن كو عدينيسا كو إن آني تشيرين وحشيسا وي حكومة اللقا شي عيد نبا وكو صابسان أرنت كاريسادا لبا إن كاريسادا يدعا مورن كاداليسي أي أحران تهاي ونا إحرنان دون تو سيدي أول باي أحرنايد مددي صدن كيسانو أي ودن بيسي الله مهدله وزير الدين تهي وقافته شيخ خليل عبد الله أحمد حسن مالي در تلفزيون كارتين مقالة هرقيسة.